ليل. يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر، تسقط المافيا العسكرية، تسقط المخابرات الإرهابية، وستسقط بإذن الله، وسننتصر بإذن الله، سننتصر. إيش نقولها هكذا؟ هذه هي حتمية تاريخية بالمنطق العلماني أو قل الشيوعي كما يسمى، وهي سنة من سنن كونية بالمنطق الإسلامي. ستسقط هذه العصابات، ليس لديها أي إمكانية للاستمرار، اللهم إلا أن الضرر يستمر والسقوط قد يكون مدوي وهائل. ولذلك كلما انخرط عدد أكبر من الجزائريين في معركة الحرية واسترجاع البلاد كلما كان الضرر أقل وأخف. فهذه عصابات خاف ما تحشمش. هيا الله الرجال والنساء الذي تنقلوا إلى ليل، وأيضا الجزائريين الأحرار اللي كانوا في ليل واللي كانوا في وقت جو حقيقة بارد هذه الأيام في أوروبا، على الأقل في أوروبا الشمالية ونعرف أن ليل ليست بعيد في جوها على جو لندن، ولندن هذه الأيام باردة.